ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا التمرين وضعناه بالرسم والشرح، الآن نضعه بالحركة اللي هو تدريب تخصصي للأربعة الأمامية. بسيط، اللاعبين قلنا يبعدون 10 ياردة بامتداد منطقة الجزاء، يعني على امتداد قوس الجزاء، والعلامات على بعد 15 ياردة. التدريب بدني فني متخصص للاعبين يشتغلون بهاي المراكز، فال11 وال10 يشتغلون سوا، وال7 وال9 يشتغلون سوا. مدرب جاهز عنده كرات، التمرين انه اللاعبين يركضون يلفون على العلامات هذه، الاقماع والاعلام والعلامات، يلفون لف ويدخلون لمنطقة الجزاء. فمن يدخلون لمنطقة الجزاء او قبل ما يدخلون لمنطقة الجزاء، كما قلنا سابقا انه هم الان ركض سريع، المدرب يختار لاعب، اما 10 او 9 اختار 10 لاعب لازم الى 11 هاجموا الكروس، بس يعني شغله بسيط، نحتل العمود البعيد العمود القريب منطقه الوسط، يرجعون مشي تنفس يرتاحون يلتقطون انفاسهم، لان هذا الشاتل رانينج تدريب سرعه، يعني يهتم بتدريب السرعه بكره القدم، لان يسموها تدريب السرعة is a king، يعني ملك. فمن الجهة الأخرى نفس الشيء، لكن بين 9 و7. فدائما اللاعب القريب عن المدرب هو اللي تلعب للكرة الأولى من المدرب، واللاعب هذا يلعب إلى زميلة اللي بجهته. لاحظ الآن بدلوا المراكز، الآن نلعب الكرة إلى 11، سريع سريع هاجم الكرة 11، نلعبها إلى زميلك 10 في الجناح، ممتاز، هاجموا الكرة العكسية، فانتاسك. زين، شوف ايش قد بساطة التمرين. نرفع من سرعة الفريمات بالثانية عشان يكون عندنا تدريب جيد. الآن الكرة إلى 7، ركض سريع، لعب للجناح 9، مهاجمة الكرة العكسية. هل نضع 2 مدافعين؟ نعم، نضع 2 مدافعين يتدخلون في مرحلة من مراحل لعب الكرة العكسية، أو قد تضع المدافعين الاثنين عند قوس الجزاء وينفذون كذلك الركض الشتل ذهاب وإياب، يكون تمرين على مستوى عالي. يعني إذا وضعنا 2 لاعبين على قوس الجزاء مدافعين، ووضعنا أعلام أمامهم أو علامات، ونفذوا نفس هذا الركض، شوف 1 يكون ركضوا، 2 دافعوا، فيصير 3-2 داخل منطقة الجزاء، يكون من أحسن تمارين مجربة وبيها، يعني أنا أعتقد بيها معنى وبيها تركيز على أداء بدني وتركيز على أداء فني. نزيد السرعة شوية. أنا ما وضعت المدافعين عشان أترك الخيار لك، ما أحتاج إلى شرح كثير، وإنما أحتاج إلى ما يعرف، أن أنظر إلى هذه الفعاليات نظرة متفائلة بأنها فكرة توضع أمام المدربين الذين يمتلكون الأحسن مما نمتلكه نحن. أنا موفق المولى، أسأل الله سبحانه وتعالى لكم راحة البال هي الأهم شيء، ودائما وأبدا الصلاة على سيدي رسول الله وآل بيته الغر الميامين. شكرا جزيلا، مع السلامة. اليوم 9